بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، هناك بعض النماذج على تسلسل الأفكار، وأريد طالبا أن يشرح لنا كيف سيكتب في موضوع بعنوان الداء السكري بناء على المعطيات التي أمامه. نستمع الآن إلى الطالب عبد العزيز السعيد. إذا كلفت يا عبد العزيز السعيدي بالكتابة في موضوع بعنوان الداء السكري، بماذا ستبدأ واسترسل بعد ذلك بدون ذكر الأرقام؟ تمام أستاذ. أول حاجة أستاذ، الداء هو العنوان اللي هو الداء السكري. بعدين في أول فقرة أبدأ أعرف التعريف العلمي للسكر، مرض السكر. أحسنت. بعدين أستاذ أبدأ اللي هو نهاية الفقرة أحط نقطة، بعدين أبدأ فقرة جديدة وهي بعنوان إيش هي أسباب حدوث الداء، ما هي أسباب مرض السكر. أحسنت. في تهي الفقرة الثالثة راح أبدأ أستاذ في الأعراض، ما هي أعراض المصاب، ما الذي يعني يبان عليه في شكله أو جسمه زي كذا. رقم أربعة أتكلم عن أعداد المصابين بالسكر حول العالم زي المعلومة الإجرائية تقريبا تعتبر، وخاصة في المملكة. تمام. خمسة، الأخطار الصحية الناجمة عن أعطي الناس خطورة مرض السكر بحيث أن الناس تنتبه بموضوع السكر. أستاذ عار الناس المرض منتشر بسبب عدم الاهتمام بالموضوع وأكل السكريات زيادة، قلة الحركة والسمنة، وهذه مشكلة مجتمعية. ستة، الأدوية المتاحة تأثيرات طبية زي الأنسولين وغيره اللي هو في المستشفى وتفيد المرضى السكر بحيث أن المريض ما يتعب زيادة. وأشكرك شكرا جزيلا عبد العزيز السعيدي. وهكذا كنت أريد أو أريد أن تقرأ الموضوع أو أفكار الموضوع وهكذا. وأحب أن يعني أضيف نقطة، يعني حديثا أصبحت هناك تحليلات معينة تبين إذا كان هذا الشخص معرض لداء للإصابة فيما بعد بداء السكري أم لا. بعض التحليلات اللي هي الدهون الثلاثية، فإذا وجدوا أن هناك مصابا وعنده بعض زيادة في الدهون الثلاثية على سبيل المثال، فهناك أدوية تؤخذ لتقليل إصابة، تقليل من الدهون الثلاثية ثم تقلل من إصابته بالسكر. الأول كان الإنسان يحس ببعض الأعراض من الله يعزكم يعني دخول الحمام ليلا كثيرا، العطش الشديد، أعراض معروفة عند داء السكري، ومن خلال هذه الأعراض يذهب إلى الطبيب ويحلل، فإذا به يفاجأ بإصابته بداء السكري. ولكن الآن أصبحت هناك بعض التحليلات تشير انتبه، وكأنها كجرس إنذار كده يقول انتبه، أنت جسمك معرض للإصابة بداء السكري. فبناء على ذلك وعلى جرس الإنذار هذا يبدأ الإنسان في تناول أدوية معينة تبعد عنه شبح هذه الإصابة التي طبعا يعني من النادر أن يخلو بيت من أحد الأشخاص المصابين بهذا الداء. طيب، عنوان آخر أو موضوع آخر خاص بأيضا ترتيب الأفكار. أريد طالبا آخر على غرار عبد العزيز السعيدي، هناك معتز خالد ومجموعة، فين جميل؟ أين جميل؟ وهناك سبأ. وجود يا أستاذ. وجود يا أستاذ. وفي نايل، أين نايل؟ نايل أنا أقدر أستاذ، ما خلتني أقرأ اليوم أنت. طيب، يعني أريد أن أسمع، أريد أن أسمع عمر، ومن يرفع يده انتظر ويعني إيه، وارفع يدك يعني استمر في رفع يدك حتى أستطيع أن أشرك أكبر عدد ممكن من الطلاب. نبدأ بعمر، تفضل يا عمر. طيب عادي أفكر أستاذ بشوية، أشوف إيش أول شيء أحطه. مشكلة يا عمر، مش مشكلة. غير اللي في الشير هذا اللي هو يعني هي مرتبة جاهزة. يعني أحببت أن تضيف بعض الفقرات أو بعض الأفكار، الأمر متروك لك، ولكن يقول لك القصة يعني تاريخ القصة في الأدب السعودي، ما
ما هو تاريخ القصة في الأدب السعودي؟ فهم إزاي؟ فإذا أردت أن تكتب في هذا الموضوع بماذا ستبدأ كتابة موضوعك؟ أو أول فكرة تفكر فيها وتضعها كأول تبدأ الكتابة فيها ما هي؟ أقول إنه القصة من إنه من قبل وهي موجودة. أحسن. أدبنا. أحسن. الله يفتح عليك. ده البداية. إننا أجيب. أيوة. إننا أشرح وأذكر تاريخ القصة في أدبنا. ممتاز. عادي أقول واحدة. ثاني شيء. لا خليه. أقول لهم القصة بين لغة الشعر ولغة المقال وإيش الفرق بينهم وزي كذا أوضح لهم يعني القصة. أيوة اللغة القصة ممكن تتداخل في الشعر مع الشعر ممكن تتداخل مع المقال. أحسن. ثالثا وأقول لهم كيف كانوا الناس يقللون من القصة قبل وكيف إنها هي أصلا مي شيء يعني هين يعني. أحسنت أن يعني كانت بدايتها هزيلة قليلا بسبب إيه تعارض أو معارضة الناس لها. رابعا المقال القصصي هو الصورة الأولى للقصة السعودية. صراحة هذه ما فهمتها السبب. المقال يعني بداية فن القصة يا عمر في الأدب السعودي بدأ بمقالات. فهم إزاي؟ مقال قصصي يعني وكأنه مقال في جريدة. مقال هو مقال في جريدة ولكنه يحكي قصة قصيرة. فبدأ ينتشر هذا المقال القصصي وبدأ العديد من الكتاب يكتبون في هذا الشكل أو يكتبون قصة بهذا الشكل على هيئة مقال إلى أن بدأ يعني كان هذه هي بداية فن القصة في الأدب السعودي. وآخر شيء الأسباب التي ساعدت على نضوج القصة السعودية بدأت تظهر بالنور بعض الأعمال لعمر. أحسنت يا عمر يعني ممتاز عرفت يعني إيه تتعامل مع هذا الموضوع بطريقة جميلة. ممتاز شكرا يا عمر أشكرك. طالب آخر عن هذا الموضوع. طالب آخر. نايل يا أستاذ. ألو. أيوة طب سبق تفضل يا سبق. نفس الموضوع. نفس الموضوع. طيب أول حاجة لازم نعرف القارئ كيف القصة من أنها عندنا من زمان وأنها حاجة حديثة علينا. أيوة أحسنت. وثانيا لازم يوضح له أنه العرب زمان كانوا القصة عندهم يلقوها بشكل مقال أو يدخلوها مع الشعر. ممتاز عرفت عن طريق أنها وجدت في الشعر ووجدت في المقال. ثالثا أنه الناس كانوا يستهينوا بالقصص اللي في أدبنا وكيف كان الناس في البداية يشوفوا أنه القصة هذه حاجة تافهة أو حاجة ما لها قيمة يعني. أحسنت. ثم بدأت تظهر. رابعا بدأ يظهر المقال القصصي أنه في أنه مقال لكن يكون فيه قصة بسيطة قصيرة كذا وكلمة مقال مرتبطة بالصحافة. فهم سبق مقال مرتبط بالصحافة ده على طول. فهم فبدأت تظهر بواكير القصة عن طريق المقالات الصحفية. خامسا الأسباب اللي خلت الناس يشوفوا القصة تتطور أنه كيف الناس صار عندهم ثقافة وأنه نشوف القصة هذه عبارة عن نوع من الأدب يعني وهذا اللي خلاه تتطور وخلى فيه كتاب أكثر يتشجعوا أنهم يكتبوا. أشكرك شكرا جزيلا وأنا يعني مبسوط جدا يعني بهذا التطور. نريد أن نتعلم يا أولاد أن نكتب أن نتكلم أن نعبر. لا تخشى شيئا أنت هنا لتتعلم. اخطأ 100 مرة ولكن تعلم من أخطائك. إن شاء الله ستجد يعني وتتذكر هذه الأيام وستسابق للظهور في الإذاعات وتتقدم زملائك في المناسبات لتتحدث. لا تخشى شيئا
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. تدربوا وتعلموا وجربوا ولا تخشى شيئا. المهم أن أنك إذا أخطأت تتعلم من أخطائك. تمام كده أولاد، سأكتفي يعني معلش يا نايل سامحني، سأكتفي بهذا القدر من الحصة حتى لا أؤخركم على الحصة التي بعدها. لكم مني خالص التحية والشكر، وأشكركم مرة أخرى، وأرجو يعني ما أحمله وأنزله لكم على كلاسيرا بعد إذنكم يا شباب، لا أريد من طالب أن يتأخر عنه. تمام استاذ، اتمنى بكره انك تخليني اقرا اول واحد جنة. ما خليتني. حاضر غدا ان شاء الله سابدا ونناقش الاوراق التي في المرفقات مع في باذن الله، تجهيزا لاختبار يوم الخميس ان شاء الله. خلصنا كده، يعطيك العافيه، خلصنا كده، مع السلامه يا استاذ، يلا في رعايه الله يا ولد.